السلام عليكم، شلونكم حبايبي صف الثاني؟ اشتاقيت لكم هواية، ان شاء الله يا رب تكونون بصحة وسلامة وعافية انتو واهاليتكم. اني جدا اشكركم لانه تفاعلتوا بالدرس السابق وحليتوا مراجعة الدرس، وكنتوا كلش شطار وكلش كنتوا متفوقين. كلكم ما انسى احد، يوسف محمد نزار، يوسف محمد عبد الرزاق، احمد، آية اسامة، وآية احمد، رزان وفطومة وليان ومحمود فراس وحسن علي وحسن حارث وجود ودانيا ومصطفى، كلكم ما أنساكم، كلكم أحبكم، وما أنسى أحد اللي حل مراجعة الدرس وحفظ الدرس بشكل كلش حلو. اليوم راح ناخذ موضوع جديد ودرس جديد، نفتح صفحة 158 حتى نكمل اللي أخذناه بالدرس السابق. أخذنا قوة جذب الأرض، وعرفنا الأجسام وين تسقط وليش تجذب الأرض بسبب قوة جاذبية الأرضية، وحلينا مراجعة الدرس وحفظنا الدرس. كنا الأغلبية دزوا لي تسجيلات صوتية حفظهم للدرس، هذا نفس الشي راح نبدي ناخذ الدرس ونحفظه، ندز بصمة صوت حفظ للي أخذناه وحل مراجعة الدرس، وإذا عندي مراجعة فصل هم أحلها نفس الدرس السابق. راح أبدي وياكم ونفتح صفحة 158 الدرس هو عبارة عن حركة الأجسام على السطوح، يلا حبايبي صف الثاني، يلا كلكم وياي. كنا نفتح 158، يلا يا إبراهيم، يلا حبيبي، يلا آية، يلا شهد، يلا ديمة، يلا محمود، يلا علي، يلا عبد الكريم، كلكم أريدكم وياي، يلا يا حلوين. راح نفتح صفحة 158. عنوان الدرس حركة الأجسام على السطوح. راح نتعلم بهذا الدرس الاحتكاك يبطئ حركة الأجسام. حركة الأجسام أسهل عندما يقل الاحتكاك. ما أنسى سؤال ألاحظ وأتساءل اللي موجود أسفل. القوة تحرك الأشياء، ما الذي ساعد الولد على إيقاف الدراجة في الصورة؟ أنا إذا أشوفه دا يتحرك بالصورة توقف، شنو اللي ساعد على إيقاف؟ إذن قلنا إحنا الاحتكاك يبطئ من حركة الأجسام، إذن قوة الاحتكاك هي اللي راح تساعد على إيقاف هذه الدراجة. قوة الاحتكاك هي التي تبطئ من حركة الأجسام أو إيقافها، يلا حبايبي الحلوين، كنا نفتح صفحة الاستكشاف 159. احنا متعلمين الاستكشاف نسويه بالصف حتى نعرف شنو استنتجنا من هذا الاستكشاف. هنا استكشافنا راح يتحدث عن كيف اصف حركة الاجسام على السطوح. الاشياء اللي احتاجها، احتاج الى لعبة سيارة وقطعة من السجاد او القماش. كنا عندنا لعبة سيارة موجودة عندنا، كل واحد عنده سيارة مو صحيح موجودة هاي اللعبة، راح اجي اخذها واخذ وياها قطعة من القماش. اول شيء اضع السيارة على بلاط الغرفة، اول شيء اضعها بدون ما اضع القماش واشوفها شلون راح تتحرك. راح تكون حركتها، ماذا الاحظ حركتها؟ راح تكون حركتها تختلف عندما اضعها على السجادة، وراح اسوي لكم هذا الاستكشاف قدامكم. هذه السيارة على بلاط الغرفة وهذه وضعتها على السجاد، وراح اشوف حركة كل منهما على البلاط كانت حركتها، وهذه على السجاد. راح الاحظ واشوف المسافة بيناتهم اللي قطعتها هذه السيارة، لاحظت ان المسافة راح تختلف من كانت حركتها على بلاط الغرفة أو حركتها على السجاد، وأكو مسافة وفرق بيناتهم، أشوف الفرق بين المسافتين التي قطعتها هذه السيارة. بعد ما خلصنا حبايبي الاستكشاف شفنا شلون السيارة على بلاط الغرفة أو على السجادة، وشفنا حركتها، وكلكم أريدكم تسوون أنتو هذا الاستكشاف. انت قاعد جيب سيارتك، شوفها
تمشي على الكاشي وبعدين مشيها على الزولية وشوف حركتها على الكاشي أسهل من على من أكو السجاد أو أكو زولية. إحنا نقول هذه راح تكون حركتها مختلفة. اجي هسه إلى صفحة 160، ما الذي يبطئ حركة الأجسام؟ ما الذي يبطئ حركة الأجسام؟ اقرأ وتعلم. الفكرة الرئيسية: الاحتكاك يبطئ من حركة الأجسام. الاحتكاك يبطئ من حركة الأجسام. إذن الاحتكاك يبطئ من حركة الأجسام. الاحتكاك يبطئ من حركة الأجسام. المفردات، مفردات عندي الاحتكاك، السطح الخشن، السطح الأملس. إحنا متعلمين حبايبي هذه بالأصفر هي اللي أحفظها، أحفظ شنو احتكاك وأحفظ شنو سطح أملس وشنو سطح خشن. هسه راح أجي أخذها واحد واحد، أحفظ الاحتكاك والسطح الأملس والسطح الخشن. الاحتكاك كلكم وياي، قوة تبطئ حركة الأجسام أو توقفها، قوة تبطئ حركة الأجسام أو توقفها. الاحتكاك قوة تبطئ حركة الأجسام أو توقفها. إذن الاحتكاك يبطئ من حركة الدراجات الهوائية، يبطئ من حركة السيارات، مو صحيح؟ دائما إحنا نشوف من تركب دراجتك الهوائية وتريد تبطئ بمكان، شنو حتى يتولد عندنا؟ راح تتولد عندنا قوة الاحتكاك. إذن قوة الاحتكاك هي قوة، أعيدها وياي رددوا يلا، قوة تبطئ حركة الأجسام أو توقفها. يلا حبايبي صف الثاني، يلا كلكم وياي، يلا ليا، يلا عبد الكريم، يلا حسن علي، يلا حسن حارث، يلا وردة، يلا رزان، يلا حبايبي، يلا شهودة، يلا كلكم أريدكم وياي، يلا مصطفى، يلا ما نسيت أحد إن شاء الله، يلا كلكم أريدكم وياي حتى نحفظ الاحتكاك. الاحتكاك قوة تبطئ حركة الأجسام أو توقفها. الاحتكاك قوة تبطئ حركة الأجسام أو توقفها. الاحتكاك قوة تبطئ حركة الأجسام أو توقفها. هذا اللي أريدك تحفظه. الاحتكاك قوة تبطئ حركة الأجسام أو توقفها. يلا حبايبي الحلوين نفتح صفحة 161. بعد ما حفظنا تعريف الاحتكاك راح ناخذ هسه سطح الأملس والسطح الخشن اللي هي موجودة بالأصفر، هي هاي فقط اللي أحفظها. وأقول السطح الأملس أنه قوة الاحتكاك تكون أقل على السطوح الملساء وأكبر على السطوح الخشنة. قوة الاحتكاك هنا تكون أقل على السطوح الملساء وأكبر على السطوح الخشنة. قوة الاحتكاك، قوة الاحتكاك حتى أعرف، تكون أقل على السطوح الملساء وأكبر على السطوح الخشنة. قوة الاحتكاك هذا كله أريدكم تحفظوا لي. الاحتكاك وقوة الاحتكاك وين تكون أقل؟ تكون أقل على السطوح الملساء. وين تكون أكبر؟ تكون أكبر على السطوح الخشنة. إذا السطح الأملس عليه نتوءات صغيرة كلش تقلل من قوة الاحتكاك، أما السطح الخشن عليه نتوءات كبيرة تزيد من قوة الاحتكاك. إذا السطح الأملس أولا حنحفظ قوة الاحتكاك تكون أقل على السطوح الملساء وأكبر على السطوح الخشنة. السطح الأملس عليه نتوءات صغيرة تقلل من قوة الاحتكاك، نتوءات صغيرة. إذا السطح الأملس عليه نتوءات صغيرة تقلل من قوة الاحتكاك، والسطح الخشن عليه نتوءات كلش كبيرة تزيد من قوة الاحتكاك. لذلك راح تكون حركة الأجسام أسهل عندما يقل الاحتكاك، يعني وين؟ يعني على السطح الأملس، وينتج عن احتكاك السطوح بعضها حرارة، بعض السطوح من تحتك بعضها البعض راح تولد حرارة. أنا اللي أريد أحفظه إنه سطح أملس والسطح خشن. قوة الاحتكاك وين تكون أقل؟ على السطوح الملساء وأكبر على السطوح الخشنة. شنو هو سطح أملس؟ السطح الأملس هو نتوءات صغيرة يقلل من قوة الاحتكاك، يقلل من قوة الاحتكاك. إذن حركة الأجسام وين تكون أسهل، على الأملس لو على السطح الخشن؟ طبعا على السطح الأملس تكون حركة الأجسام أسهل عندما يقل الاحتكاك. شو وقت يقل الاحتكاك؟ عندما تكون عندي سطح أملس. إذا أعيد إعادة أخيرة حتى نحفظ: قوة الاحتكاك تكون أقل في السطوح الملساء وأكبر على السطوح الخشنة. السطح الأملس عليه نتوءات صغيرة تقلل من قوة الاحتكاك،
والسطح الخشن عليه نتوءات كبيرة تزيد من قوة الاحتكاك، لذلك راح تكون حركة الأجسام أسهل عندما يقل الاحتكاك. بعد ما حفظنا الاحتكاك، تعريفه أنه هو قوة تعمل على إبطاء حركة الجسم أو توقيف، يعني أما يبطئه أو يوقفه. وعرفنا شنو سطح أملس وشنو سطح خشن، وقلنا الحركة تكون على السطوح الملسى أسهل من السطوح الخشنة. عندي هسه أقرأ الصورة، أيهما أسهل حركة ولماذا؟ هنا أنا تزلج بالجبل وتزلج على الجليد، منو يكون أسهل؟ منو يكون أسهل؟ التزلج على الجليد تكون الحركة أسهل. ليش؟ لأن الاحتكاك راح يكون هنا أقل، الاحتكاك راح يكون أقل، وكلما كان الاحتكاك قليل ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الحركة كلش سهلة. أيهما أسهل حركة ولماذا؟ عندي نوعين من التزلج، قايل لي أيهما أسهل حركة؟ إذا الحركة على الجليد راح تكون أسهل لأن الاحتكاك يكون أقل، لأن الاحتكاك يكون أقل وين؟ عند التزلج على الجليد. ما أنسى سؤال أفكر وأجيب، هذا دي يفكر، لماذا تنزلق السيارات على الثلوج؟ لماذا تنزلق السيارات على الثلوج؟ لماذا تنزلق السيارات على الثلوج؟ لأن قوة الاحتكاك تكون قليلة أو معدومة. قوة الاحتكاك تكون كلش قليلة أو معدومة على الثلوج، لذلك شو راح يكون؟ راح تكون تنزلق هذه السيارات على الثلوج. حبايبي الحلوين، احنا متعلمين نحفظ تعريف الاحتكاك وشنو معنى سطح أملس وشنو معنى سطح خشن، وأيهما تكون الحركة أسهل، وين؟ على السطوح الملساء لا على السطوح الخشنة. هذا اللي راح نحفظه، وهذا اللي أريد بصمة ماما تدز لي اياه، صوت تعريف الاحتكاك، السطح الأملس والسطح الخشن. السطح الأملس عليه نتوءات كلش صغيرة، أما السطح الخشن راح يكون عليه نتوءات كبيرة. أيهما أسهل حركة، السطح الملساء أو السطح الخشن؟ هذا اللي راح أريد تدزوا لي اياه حفظ، انتوا تحفظوه هسه، احنا خلال ما شرحنا الدرس حفظتوه انتوا لازم وياي. مراجعة الدرس راح يكون واجبكم تحلوا لي اياها بالكتاب مثل ما احنا متعلمين، راح اقرا لكم اياها وانتوا شنو تحلوا لي مراجعة الدرس. 3 نقاط اريد حلها بالكتاب، وماما شو تسوي؟ تصور لي الكتاب ورا ما تحلون وتدزوا لي الحلول حتى اشوفها. أول نقطة، ما الذي يبطئ حركة الأجسام؟ ما الذي يبطئ حركة الأجسام؟ شنو اللي يبطئ حركة الأجسام؟ شنية شو أسميها؟ احنا أخذناها. ثانيا، أيهما أكثر أمانا، الحركة على سطح أملس أم الحركة على سطح خشن؟ أعيده، أيهما أكثر أمانا، الحركة على سطح أملس أم الحركة على سطح خشن؟ أيهما أكثر أمان؟ على السطح الأملس على السطح الخشن؟ مباشرة بس تقول لي على يا وين أكثر أمان، سطح أملس أو سطح خشن. ثالثا، كيف يمكننا التخلص من صوت مفاصل الأبواب عند تحركها؟ كيف يمكننا التخلص من صوت مفاصل الأبواب عند تحركها؟ شنو نخلي على المفاصل حتى نخلص من الصوت اللي يخرج منها عند تحركها؟ كيف يمكننا التخلص من صوت مفاصل الأبواب عند تحركها؟ هاي أسئلة مراجعة الدرس أريد حلها بالكتاب، وأريد تدزولي صورة لحلها. حبايبي الحلوين، مثل ما احنا متعلمين بنهاية كل فصل ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي قراءة علمية. هاي انا معلمتكم عليها، انه القراءة العلمية مجرد فقط نقراها حتى نعطي معلومات لنا او تبقى معلومة يمنا. القراءة العلمية صفحة 163، وصل الانسان الى سطح القمر في عام 1969. هاي مو مطالبين بها، بس انا حبيت اعطيكم هاي المعلومة لكم. وتمكن من السير على سطح القمر والتقط صور له، والقمر كوكب تابع للأرض، له قوة جذب أقل من قوة جذب الأرض بما يقارب 6 مرات. إذن هو دي يحكي لي عن قوة جذب الأرض،
اللي أخذناه بالدروس السابقة، اللي يقول لي إنه الإنسان تمكن من السير على سطح القمر والتقط الصور هناك، والقمر كوكب تابع للأرض له قوة جذب أقل من قوة جذب الأرض. هاي قايل لي لماذا يبدو رائد الفضاء كأنه يقفز عندما يمشي على سطح القمر، وذلك بسبب قوة الجذب، اللي لأنه على سطح القمر راح تكون عندنا قوة جذب نفس ما موجودة هي على قوة جذب الأرض. مراجعة الفصل، مثل ما متعلمين ورا ما نخلص عندنا بنهاية كل فصل مراجعة فصل، اللي هي على شكل فراغات وعلى شكل أسئلة، أسئلة يكون جوابها كلش مختصر، هاي كنا نحلها بالكتاب وأصلح لكم عليها. هذه راح يكون واجبنا ويا مراجعة الدرس، مراجعة الدرس اللي أخذناها أريد وياها مراجعة الفصل. أقرأ لكم إياها قراءة سريعة حتى أنتوا تحلوها. مراجعة الفصل المفردات، أكمل الجمل التي في أدناه باستعمال المفردات الآتية: عندي مفردات مطيني، سقوط الأجسام والاحتكاك، السطح الأملس والسطح الخشن، قوة جذب الأرض والجاذبية الأرضية. ومطيني نقاط، مجرد بس أملأ الكلمة الصحيحة بالفراغ المناسب. أولا، القوة التي تجذب بها الأرض الأجسام نحوها تسمى فراغ. ثانيا، تجذب الأرض جميع الأجسام نحوها بفعل فراغ. ثلاثة، يساعد فراغ على توقف السيارة. شنو اللي يساعد على توقف السيارة؟ هسه شرحنا. رابعا، الحركة على فراغ قد تسبب الانزلاق. الحركة على فراغ قد تسبب الانزلاق. خامسا، توجد نتوءات على فراغ. سادسا، يكون فراغ نحو الأسفل على الأرض. شنو اللي يصير نحو الأسفل على الأرض؟ أما مراجعة الفصل اللي مقابلها اللي صفحة 165، الاستنتاج: لماذا يركب لبعض الأجسام الثقيلة عجلات؟ ليش أركب لبعض الأجسام الثقيلة عجلات؟ حتى إيش أسوي؟ شنو عندي لي حتى أقلله؟ السبب والنتيجة: لماذا ينقص وزني على سطح القمر؟ ليش؟ حبايبي الحلوين، الصفحة المقابلها اللي هي صفحة 165 عندي كذلك أسئلة إجابتها راح تكون كلش بسيطة، يعني مو شرح هواية، كلمتين ثلاثة أقرأ لكم إياها وأريدكم تحلوا لي إياها بالكتاب، وحتى تطبقوا لي بالأخير صورة لمراجعة الدرس ومراجعة الفصل. سؤال الاستنتاج: لماذا يركب لبعض الأجسام الثقيلة عجلات؟ لماذا يركب لبعض الأجسام الثقيلة عجلات؟ سؤال الثامن، السبب والنتيجة: لماذا تنزل قطرات المطر نحو الأرض؟ بفعل شنو؟ ليش تنزل قلنا قطرات المطر نحو الأرض؟ سؤال التاسع، التوقع: بماذا تشعر عندما تفرك يديك مدة قليلة ولماذا؟ بماذا تشعر عندما تفرك يديك مدة قليلة؟ كنا نسوي هاي الحركة، ايش تحسون؟ يلا هاي فركنا ايدينا مدة قليلة، ايش حسينا؟ يعني اريدكم تجاوبوا لي. تفكير الناقد: ما أهمية قوة جذب الأرض في حركة الأجسام عليها؟ ما أهمية قوة جذب الأرض في حركة الأجسام عليها؟ أما الفكرة العامة: لماذا تسقط الأجسام نحو سطح الأرض؟ لماذا تسقط الأجسام نحو سطح الأرض؟ هاي كلها أجوبتها من خلال ما شرحنا موضوع قوة جذب الأرض وحركة الأجسام على السطوح. هاي واجبكم إن شاء الله مراجعة الدرس مع مراجعة الفصل، وأريدكم تحفظون الاحتكاك وشنو سطح أملس وشنو سطح خشن، وياهو الحركة تكون عليه أسهل. أريد تدز لي ماما صوت وكذلك صور لحلكم. أني أشكركم جدا، وإن شاء الله يا رب تكونون كلكم بصحة وعافية وسلامة، أنتوا وأهاليكم. ألتقيكم إن شاء الله بدرس جديد، مع السلامة.